يفضل هذا الطفل العودة إلى مياه البحر، لكنه لا يعلم أن السباحة ممنوعة لأنه تم تأجيل موسم الاصطياف بجيجل إلى غاية الفاتح من جويليا القادم. والي الولاية يوضح خلفية هذا القرار. إذا ما نفتحش سياحة لموسم الاصطياف رسميا، معناه ما فيش حراسة في الشواطئ، ما كانش وجود الحماية المدنية، ما كانش وجود مصالح الدرك، ما كانش وجود مصالح الأمن الوطني. إذا المواطن قادر يروح يعوم ولكن بدون حراسة، بدون حماية، وممكن يكون فيه مشاكل ولا غرق ولا. بالرغم من تقليص مدة الاصطياف ل 15 يوما فقط خلال الموسم الفارط، إلا أن عدد المصطافين فاق 10 ملايين مصطاف. هذا الارتفاع قابله أيضا ارتفاع في عدد الإصابات بكورونا. التوصية الأولى ولا طلب ولا الرجاء الأول مني للناس اللي تجي تصطاف هنا هو احترام البروتوكول تاع الصحي. مليح واحد يصطاف ويروح لباس وحنا ثانا نكونوا واقفين. إذا السلطات الولائية بجيجل ترحب بجميع المصطفين من كل أرجاء الوطن على أمل قضاء عطلة آمنة وهادئة.